وهتقول لماذا قسى الرب قلب فرعون حتى اهلكه؟ هو تعبير قسى قلبه تحتاج لتفسير. يعني هو عبارة قسى قلب فرعون معناها تخلت النعمة عن فرعون فظهرت قسوته، لكن هي القسوة طبيعية فيه من الأصل، بس النعمة كانت مغطية. وقيل في رسالة قديس بولس الرسول ان امثال هؤلاء يسلمهم الله الى ذهن مرفوض لفعل ما لا يليق. ذهن مرفوض يعني ذهن مرفوض من النعمة، يعني النعمة لا تعمل فيه. لكن مش ربنا خلاه قاسي يعني اداله القسوة، مستحيل ربنا ما يديش قسوة لحد، لكن اظهر قسوته بتخلي النعمة عنه.